قبل بس ما اروح حضرتك كنت بتحكي لي حكايه كده لطيفه عن الـ عن الـ الـ التذكار ده. احنا عندنا ده نموذج للكره الارضيه وعدد ساعات اليوم، ده كان احد مشروعات التخرج لطالبه من كليه فنون جميله جامعه المنصوره. ممكن بس ناخد بالنا من اللي بيحكيه الدكتور، ممكن ناخد بالنا كويس لان دي حكايه مختلفه، هي ملهاش علاقه بالزلازل، لكن حكايه مختلفه فيها فن اداره وفن اطلاع مع طالبه بتشتغل في مكان معين، فانا اقتنصتها. بالظبط الدكتور بالظبط كده، دي طالبه في الفنون الجميله، فنون جميله جامعه المنصوره، كانت بتعمل مشروع تخرج. اديناها معطيات عن الكره الارضيه وبعض التصميم، عملت المشروع وتخرجت بيه، وباتفاق مع عميد الكليه تم اهدائه للمعهد على اساس نستغله كنموذج مشرف من مشاريع التعاون ما بين المعهد والجامعات المصريه. ولسه بقى هتوضبوه بقى، هيبقى يعني ناخد التاتش بتاع المعهد يعني. لكن ده يعتبر من افضل الحاجات اللي اتعملت عن المعهد يعني. بالظبط كده، من الحاجات اللي بتمثل المعهد في علم. ولسه هي طالبه ولا اتخرجت؟ هي اتخرجت خلاص بيه السنه اللي فاتت. مبروك. في بعض الخرائط حضرتك تفضلت وقلت لي انه اتفضل يا فندم. احنا نهوت عندنا ده في نشاط الزلازل بشكل عام. ممكن خريطه بتوضح النشاط الزلزالي زي ما وضحنا البحر الاحمر والقوس الهيليني. لكن ومراحل انشاء المحطات. لكن جزء مهم احب اوضح حضرتك عليه، احنا عندنا محطه الضبع النوويه، دي اول محطه نوويه وعليها جدل ما زال. تمام. المعهد بالتعاون مع هيئه المحطات النوويه والشركاء الروس في شبكة إقليمية للزلازل وتحركات القشرة الأرضية في أكثر من نطاق، 50 كيلو، 150 كيلو، 300 كيلو، 500 كيلو، بحيث نرصد عوامل وعناصر تأمين تلك المحطة في قدر لا قدر الله في زلازل زي اللي احنا بنسمع بيها، ما نفاجئش ان في حاجه غير متوقعه تاثر على هذا المشروع الاستراتيجي. طب انا بسمع برضو ان المحطه دي مش مكانها، وان المحطه دي معرضه للزلزال ومعرضه للعوامل الطبيعيه المؤثره، وانه احنا كمعهد من احد الجهات العلميه بدءا من سنه 1985 بنشارك مع جهات عديده في تحديد انسب موقع لانشاء محطه نوويه اللي تم الوقوف على ان الضبعه انسب مكان. ما زالت انها انسب مكان. بالظبط. طب كويس تمام. انا سمعت الكلام ده وبعدين قالوا في ناس بدات تشك، يعني في ناس كتيره بتتكلم على مواقع التواصل وحاجات كتيره. يعني سد العالي هنا ولا احنا عندنا في بوستر ثاني نشاط المعهد فيما يخص السد العالي. لكن قبل السد العالي احنا من موضوع التغيرات المناخيه وهبوط دلتا النيل وارتفاع منسوب سطح البحر، كل دي ادوات رصد زي ما شرحت لحضرتك في منظومه الرصد الوطنيه للمعهد بيمتلكها ويديرها. لكن فيما يخص السد العالي تحديدا ده يعني صمام الامان المائي لمصر وبنك الماء المصري بالتعاون مع وزاره الري وممثله في السد العالي وخزان اسوان، تم انشاء مركز اقليمي في المنطقه في عدد من الشبكات الرصد سواء زلازل، حركه قشره ارضيه، مرصد مغناطيس ثقليه ارضيه، حتى داخل جسم السد العالي نفسه في اجهزه على مدار الساعه بالتنسيق مع زميلنا في الهيئه. الارصاد دي كلها بيتم وضعها على خرائط وتقارير دوليه دوريه بترفع لمعالي وزير الري. طب عندنا مشاكل في السد بالامانه؟ ان شاء الله الامور كلها تمام ومطمئنه. الزلازل بتحصل ده في نطاقها الطبيعي، مفيش حاجه غير متوقعه. يمكن كان في هواجس او مخاوف نتيجه بعض السدود اللي بتنشا على النيل وكميه الميه. الحمد لله الامور حتى الان، ويمكن زمايلي في هيئه السد العالي وزاره الري طمنوا اكتر مني. لكن احنا زلزاليا وجيوفيزيقيا المنطقه مفيش فيها اي مخاطر غير المتوقع لمثل هذا الموقف. الحمد لله الحمد لله. لو حابب نتكلم على ابحاث الفضاء وابحاث الشمس والظواهر الفلكيه زي كسوفات الشمس وكسوفات القمر. يمكن كان احد كسوفات الشمس كان فخامه رئيس الجمهوريه حاضر معانا في الفرق دي، اطلس الاشعاع الشمسي وتحديد انسب الاماكن لانشاء محطات توليد الطاقه الشمسيه، الدليل الفلكي اللي فيه الظواهر الفلكيه وبدايه الشهور العربية ورؤية الهلال على مدار العام بالتنسيق مع دار الإفتاء وفضيلة المفتي. كل دي عناصر بيطلع من عندكم بيها بيطلع من عندنا كحساب فلكي وفضيلة المفتي من خلال لجنة مشتركة تحديد بداية شهور. رصد الأقمار الصناعية اللي بدأنا فيه من سنة 1957 مع إطلاق أول مركبة فضائية. طب أنا كنت عايز أسأل على حاجة صغيرة، حكاية رصد الشهور دي. اتفضل. كان زمان مثلا من فترة كده واحنا صغيرين كان يقولوا إيه، إحنا مصر بتمشي مع السعودية، السعودية بتمشي مع مش عارف إيه،
كانوا في بعض التجاذب السياسي بفكرة انه في دولة مش عايزة تمشي مع دولة تانية بخصوص تحديد عيد الفطر، عيد الاضحى، شهر رمضان، كان الكلام ده صحيح؟ يعني الامور دي زمان فعلا كان ليها شيء من الصحة، لكن حاليا العالم بقى منفتح والمعاهد العلمية بقى في تواصل، شركائنا العلميين في موضوع الرصد وحسابات الفلكية والأهلة. يعني انا ما بقول ان انا متفق مع دولة معينة في ان بكره عيد الاضحى ببيانات علمية. ما بطلعش كده من دماغي اقول كده يعني، ده صحيح. لكن لو دوله تانية حبت خلاص بقى يعني مش هنحجر على حد، احنا اهم حاجه عندنا احنا البكتيريا عندنا. بالظبط كده يا فندم. اتفضل دكتور. يمكن دور مهم للجيوفيزياء التطبيقيه، وهنا يعني محاور كتيرة المعهد بيشارك بيها الجيوفيزياء. اولا الكشف عن الموارد المياه الجوفيه، عارفين كلام كتير داخلين على شح مائي وفقر مائي، فمهم جدا. وطبعا السدود اللي بتنشأ على نهر النيل، مهم جدا ان احنا نستكشف الصحاري المصرية ونعرف خزانات المياه الجوفية اللي موجودة، كميات المية، امكانيات استغلال في اماكن كتيرة مختلفة، في ضوء برضو التغيرات المناخية والبحث عن مصادر أخرى للطاقة، طاقة حرارة باطن الأرض أو الجيوثيرمال. وعندنا تعاون ثلاثي مع هيئة الطاقة الجديدة المتجددة شركة الغبضة الجنوبي الوادي للبترول لإعداد أطلس لطاقة حرارة باطن الأرض في مصر. في مجال الأثار ليس فقط كشف وحماية الأثار، التنقيب عن الأثار، حماية الأماكن الأثرية، توثيق الأماكن الأثرية لحمايتها على مدار التاريخ، يعني الأماكن الأثرية من آلاف السنين مهم جدا نحن نحافظ عليها مستقبلا. دي شراكات مع المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار وعدد من البعثات الأجنبية. موضوع المنطقة القديمة، ممكن زي ما كنت بقول لسيادتك البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة ما كانش موجود، من خلال المغناطيسية القديمة بنقيس المجال المغناطيسي القديم وقت تكون الحاجات دي ونعرف ده تكون إمتى واتجاه المكان المجال فين. البحث عن المعادن بجميع أنواعها، كل ما هو تحت سطح الأرض نقدر نستكشفه بدقة لحد أعماق توصل ل 400 و500 كيلو تحت سطح الأرض. المجالين المغناطيسي اللي لهم علاقة بموضوع دوران لب الأرض وقيام الساعة، دول مرصد في أبو سمبل وفي الفيوم. قيام الساعة ده الكلام اللي تم ترويجه على مواقع التواصل. حضرتك نفيته تمام. تطبيقات بيئية وإنشائية في أماكن كتيرة، يمكن عملية تأهيل قصر البارون، قلعة قايتباي في اسكندرية، أماكن كتيرة، حتى الرصد البحري في بحيرة ناصر وما له من أهمية. هاخد ثلاث حاجات. قصر البارون كان عليه لغط من كام يوم كده في شوية نشع في الجدار، فقالوا ده هيتهد يعني هيحصل له تشققات وهو الاخر، وحد كده صور وهو الاخر. ده في كلام عند حضراتكم ليه؟ في تعليق على حضراتكم في هذا أثناء الموضوع؟ أثناء عملية إعادة الترميم وإعادة تأهيل القصر البارون والمقاولين الاستشاري اللي كان شغال، كان في عدد من الظواهر الجيولوجية اللي محتاجة دراسة. تم التواصل مع المعهد وعملنا الدراسات وتمت عملية بنجاح، والقصر اتفتح للزيارات يعني وللجمهور على هذا المزار خالص، حتى تاريخه ليس لدينا علم بأي مشاكل. طيب برضو كلام كان حتى لو من كام سنة انه التربة بتاعة الأهرامات، التربة بتاعة أبو الهول، المنطقة هناك ودخول الصرف الصحي ودخول المياه وإلى آخره وعشوائية البناء في المناطق دي بتهدد الآثار المصرية في المنطقة دي. هو ده محور من المحاور المهمة اللي احنا شغالين فيه مع الزملاء في وزارة الآثار عليه. مش بس الكشف عن الأماكن الأثرية، لا، حماية الأماكن الأثرية من التهديدات زي غزو المياه الجوفية، سواء مياه جوفية أو مياه سطحية أو صرف صحي، التوسع العمراني والاهتزازات اللي حوالين الأماكن دي. ده بيأثر وبنراقبه. كان أحد الأماكن قبل عملية تطويرها أبو الهول والمنطقة الموجودة في نزلة سمان، كان فعلا كمية المياه اللي بترشح كبيرة ومنسوب المياه الجوفية ارتفع وخاصية الشعرية وبدأ تدمير. تمام. بعد دراسات مستفيضة وتم الوصول لتوصية ان ترعة المنسورية تم تغطيتها بالكامل. لو حضرتك تتذكر كانت ترعة اتبطلت وتغطت، فبقاش في رشح منها. المنطقة المحيطة بيها تم تأهيل المنطقة وإدخال الصرف الصحي للمنازل. في مشروعات تنموية كتيرة بتقوم بيها وزارة السياحة والآثار لصالح
المنطقة أثريا وتاريخيا، دي واحدة من أهم مناطق الأثرية على مستوى العالم. يعني مسألة في شقوق وتشققات وفي خطر داهم على الأهرامات احنا دوما على مواقع التواصل الإعلام المجاني كل واحد بيعمل نفسه رئيس تحرير نفسه ويقول اللي هو عايز يقوله، محدش يقدر يحاسبه ولا يراجعه في الكلام اللي بيقوله، لكن المسألة آمنة. آمنة إن شاء الله. حضرتك أول ما بدأت، وده سؤال أخير، أول ما بدأت قلت لي الشح المائي كتير جدا دلوقتي بقى من بعض الحاجات اللي بتحصل سواء في أثيوبيا أو غيره، إنه شح مائي والمصري مش هيلاقوا يشربوا. رد حضرتك؟ الكلام ده فعلا بيثار من حين والآخر في ضوء التغيرات المناخية احنا عارفين وقلة الأمطار في منابع النيل، بغض النظر السنتين اللي فاتوا كان فيه زيادة في رصيد أو في حصة المياه، لكن مهم جدا أن احنا نبحث عن مصادر بديلة للمية. المياه الجوفية يقال أحيانا عن الخزان الجوفي النوبي متجدد مش متجدد، البيانات والأرقام هي اللي بتأكد المعلومة وبترفع التقارير للجهات المعنية سواء وزارة الري وزارة الزراعة اتخاذ القرار المناسب. في مشروعات تنموية كان 1.5 مليون فدان، حاليا توسعنا في منطقة الدلتا الجديدة غرب دلتا النيل. كل دي مشروعات بتعتمد في حصة كبيرة منها على المياه الجوفية، فمهم ان احنا نتكلم فيها اخذا في الاعتبار ان عالميا في نسبة جفاف وشح مائي، حصة الفرد من المياه العذبة بتقل تدريجيا، فمهم توفير مصادر بديلة. لكن الفكرة في الإطار العام احنا بنتكلم على الشح المائي، لا ما فيش معاناة في هذا الإطار ان شاء الله. يعني احنا شغالين كده في الهبد اللي بيسموه كده، ما انا قلت حضرتك مواقع التواصل الاعلام المجاني كل واحد عامل جريده لنفسه، يعني عمالين نهبط في كل، يعني انا سالت حضرتك عليه كله هبد في هبد في هبد في هبد من اول الموضوع بتاع اسكندريه لحد حتى تصريح رئيس وزراء قبل كده، رئيس وزراء الازمه قبل كده لما قال جونسون لما قال انه موضوع الغرق واول اخره بعد 50 سنه. طب كلمه اخيره بقى في ظل الاحداث اللي احنا فيها دي، تقول ايه للمواطن المصري؟ انا بقول للمواطن يثق في المؤسسات الدوله، المعاهد العلميه المتخصصه، لا ينساق وراء اي شائعات، الاعلام البديل. احنا كان زمان المؤسسات الاعلاميه معروفه، حاليا كل واحد بيعمل لنفسه موقع على النت ويكتب اللي يقوله، مفيش مراجعه مفيش محاسبه. الرجاء العوده للمؤسسات الرسميه، المؤسسات العلميه كل فيما يخصه، زلازل روح لمعهد زلازل، فلك روح لمعهد فلك، وهكذا على اساس نقلل الذعر والرعب لدى المواطنين. احنا عايزين حياه امنه، ناس تفوق لحياتها وتفوق للتنميه، ونسال الله السلامه لمصرنا الحبيبه. اذا سالتولي كده على تاريخ انت عملت كام حوار، ممكن اقول لحضراتكم مثلا عملت 100 حوار 150 حوار 200 حوار. انا بشوف انه ده من الحوارات اللي حطت النقط على الحروف، من الحوارات الجاده جدا اللي طمنتنا انا شخصيا وبتطمن كتير جدا من المصريين. هذا الرجل لم يجب على فكره الزلزال فقط، لا ده هو ازال زلزال من المعلومات المغلوطه عند كتير جدا من المصريين. حسسني انه الامور طالما بتقاس علميا فلابد ان احنا ننتظر الراي العلمي في هذا الاطار. فانا مش بشكره حكم ان هو رئيس المعهد، لا انا بشكره على رسائل الاطمئنان اللي بعثها. احنا طبيعي في التقارير الخارجيه مع رئيس المنظومه او رئيس المكان ما بناخدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، لكن هذا الرجل انا شغوف جدا بكل، وبعدين الكلام علمي على خريطه، والكلام علمي كمان بمسوده خارجه من اساتذه 70 80 استاذ ورئيس قسم في هذا المكان، كل واحد منهم بيتمتع بكفاءه علميه محترمه جدا. فانا بشكرك شكر جزيل، وواحد من اهم الحوارات اللي انا استفدت منها، واللي انا كمان مبسوط ان اتعملت، يعني بحيث انه تحط المواطن في بؤره الاهتمام وفي بؤره الحد من الشائعات اللي عماله يعني تاخدنا في اماكن وتبعدنا عن اماكن. وبشكر حضرتك شكرا. انا سعيد بوجود حضرتك معانا، ووعد ان احنا نكرر الزياره لان عندنا تفاصيل كتير نقدر نقولها في كل موضوع من الموضوعات دي، من مصلحه المواطن والجمهور ومصلحه الدوله، فاهلا بكم في اي وقت تشرفنا. على عيني يا فندم. شكرا لحضرتك. اتفضل. شكرا جزيلا.